لما اجي اقطع نفسك. روح 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 لجوا روح يلا ما بدي اسمع صوتك. والله هيك يا مشريك ما راح يمشي الحال. ليش؟ اخي صوته ده راح يعبي الحاره. مسك مسك عمل ما بعرف شو عم تفكر. لك اخي يا مشريك شو كنت بتمني افضي هالطلقات براسهم. المهم اسمعني، نحن لازم نطلعه من هون لانه هذا اذا ضل هون راح يجيب لنا وجع الراس. يجي ايه والله يا محمد معك حق. طيب شو ناوي تعمل هلا؟ والله يا كاسر لازم نلاقي له مكان يكون فاضي وبعيد عن الناس، ما في غير الحل لانه هيك بالبيت يعني الناس راح تتحسس وبالذات من صوته. صح صح معك حق. لحما انا شلون نسيت هاي؟ اوف شو نسيت؟ لك احنا ليش جبناه لهون على البيت واذا في جنينه خلفيه للبناي؟ حلو كتير بيصير ليش لا؟ بس قبل ما ناخده من هون لازم نفحص الجنينه الخلفيه اللي عم تحكي عنها. لازم يضل هون كم يوم بس لنتاكد اذا هاي الجنينه بامان او لا، يعني ممكن يكون فيها ناس، ممكن يكون ناس رايحه جاي فيها، فلهيك خلينا نعيفه هون كم يوم احسن شيء. لك صحيح محمد هاد شو وضعه؟ ليش جايبه معه؟ ابو شريك انا فكرت فيها اذا هلا بعتناه على البيت اهله راح يمسك ويروح فيها. ايش بك ما بتعرف انه هذاك الثاني هرب لحقته راح؟ اكيد بكون خبره وخبره على هاد. لكن لهيك هذا لازم يضل معنا لانه ما ضل حل ثاني. هي مزبوط كلامك بس هلا هو تورط معنا، شو راح نعمل هلا احنا؟ يا شباب لا تاكلوا عمي انا جاهز لشو ما بدكم. ابو شريك نحن مضطرين نعيفه معنا هلا لبين ما نلاقي له حله. اي والله ما بعرف يا محمد، ويلي الكلب اللي جوا المربط، ويلي هلا هذا نحطه كمان ببالنا. اي ما بعرف له شو عم تستوي. لك انت لا تحط ببالك عم الحلال، لا تحط ببالك. قوم هلا قوم قوم ساوي لنا لقمتين ناكله. قوم تعال انت لا فرجيك الغرفه تبعيتك. ظبط الاكل. جيبه يا شباب. نائل وسيف وينهم؟ والله صار لهم يوم. والله غاطين غطه نظاميه. وينكم وينكم من امبارح عم اتصل فيكم؟ خير شو في؟ خير شكو صاير؟ لك سيف انكمش. كيف وايمت وشلون؟ شو بتحكي زي تخوي ترقي قاعد؟ مين النين مين طيب؟ محمد وجماعته. شو؟ وين اشوف امشي معي اشوف وين النين وين؟ راحوا راحوا. وين راحوا؟ لك اخذوه راحوا شو بعرفني وين؟ طيب امشوا معي خلينا نخبر المعلم. يا سواد وشنا من المعلم. لك لازم لا شيء لقمه ناكله يا رجل طرطنا من الجوع. قوم نجيب قلم. بروح خليني اشوف المطعم فاتح يمكن. شو هاد؟ لوك 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 لوك. شو عم تعمل عمو؟ شو هاد؟ شو هالوسخ؟ ليش شايل الزباله معك؟ هدول اخذهم ابيعهم. تبيعهم؟ لك عيفن عمو عيفن عيفن. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب حبيبي انت ليش عم تبيع زبالة؟ اهلك وين؟ ما في حدا بس انا ماما وبابا. كيف يعني؟ طيب ابوك ليش ما عم يشتغل؟ امك شلون هيك فلتك بهالشوارع؟ يا زلمه شو هالعالم؟ شو هالناس؟ شو صاير فيهم؟ تاركين اولادهم بالشوارع هيك؟ والله مزبوط يا زلمه، بس كمان انت حموده ليش عم تستبق الامور؟ حبيبي وين ابوك انت؟ بالبيت. طيب عمو خدنا لعندك على البيت. تعال يلا. وين بيتك؟ لك عيف الزباله يا زلمه، رايح جاي ماسك الزباله. عمو هي شد حقه وانا بعطيك حقه، بس امشي خدنا يلا. يا زلمه الله يعين البشر.
يا شباب خليكم انتوا هون واقفين، انت تعال معي. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. وين اخذنا انت؟ هذا ابوك؟ وعم صلي كمان. السلام عليكم. انت والده؟ ايه انا ابوه. خير شو في؟ عامل شيء ابني؟ لا سلامة الولد، بس انت اللي عامل شيء. اوف يا ابن الحلال، خير شو عامل؟ كل خير، بس انت كيف تسخى تبعت ابنك الصغير يروح يلم زباله وباغه لحتى تعيش بمرا وانت خرجك تشتغل؟ ليش ما تشتغل انت؟ حسبي الله ونعم الوكيل، خليها على الله. لا اله الا الله، ما اختلفنا يا حجي، بس انت شلون بتبعته بهالعمر يلم باغه من الشوارع يروح انت اشتغل؟ يا ريت يا ابني يا ريت، خليها على الله، رجلي مقطوعه. مرحبا معلم. حالك يا ولد؟ شلونك؟ والله يا معلم سيف انخطف. شو هالحكي يا ولد؟ كيف؟ مين؟ محمد وجماعته يا ولد. محمد؟ شو هالحكي ولا؟ كيف؟ انت والشباب الباقيين كنتوا معه؟ لا والله يا معلم، طلع قال انه انا عندي شغله وما رجع. الله يلعن القراره والبلد. كيف؟ طيب هلا معلم شو بتأمرنا نعمل؟ مين الشاب اللي معك؟ هذا الشاب اللي من طرف محمد اللي حكى لك عليه سيف. اه طيب عين وقتك، اطلع جيب لي باقية الشباب اجي لعندي افهمك ايش تسوي. امرك معلم. يلا. شو بتعرف عن محمد؟ بعرف كل شيء عن محمد، كنا ساكنين سوا. هات شو؟ احكي لي كل شيء بتعرف. كيف يعني؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. استغفر الله العظيم. والله ما بشد اقول لك، انا اسف عمو. انت ما عندك ولد غير هذا؟ لا والله. حسبي الله ونعم الوكيل، حقك علينا عمي، حقك على الراس. من هون ورايح نحن اولادك باذن الله. شو ما بتحتاج تخبرنا، امانه برقبتك ليوم الدين. هذا اخونا الصغير. ما بدي اياك ترجع تبعته على هيك اماكن. اي شيء بتحتاجه راح اعطيك رقمي تتصل فينا. ونحن جاهزين بالخطبة يا عمي. الله عز وجل يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سبحان الله، الصدقة إذا تصدق الإنسان بها الله عز وجل يعني يربيها له كما يربي أحدكم فلوه. ولك مني يا عمو إنه صار أخونا مثل ما حمودي أخوي، ومدرسته ومصروفه كله علي. الله يجزيكم خير وكثر من أمثالكم. يعني وقفتكم هاي أخواتي وما وقفوني، وقفوها معي. بارك الله فيكم، الله سبحانه وتعالى يجزيكم كل خير ان شاء الله. بارك الله فيكم. ان شاء الله قد ما فينا رح نساعدك بالخدمه. نحن يا عمي اللي بيطلع بايدنا بنعمله ان شاء الله. الله يجزيكم كل خير، وهذا يعني هذا من فضلكم وبارك الله فيكم. ربي ان شاء الله يديمكم والله ان شاء الله يحفظكم ويجعل هذا في ميزان حسناتكم. امين يا رب. امين. الله يخليك يا عمي. عمي انت وين عربانتك؟ وليك كاسر، روح جيب له اياه مشان ناخذه معنا ونوديه على بيته للحج ونعرف وين بيته. يلا
تكرم حجي تكرم. برافو عليك السبق. من يوم وطالع اسمك السبق. راح تفيدني. تحت امرتك معلم. برافو عليك برافو عليك. ميح. عمرك معلم. عين وكتف. انت والشباب. اطلعوا مع السبق. بتداهموا كل مكان كان متواجد فيه محمد. تجيبوا لي سيف اليوم. صرفوا. عمرك. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يعين العباد. لك شو صاير بالدنيا؟ يا زلمه شقد في عالم فقرة، شقد في عالم والله العظيم ما بعرف. امشي امشي. يا رب الله يقدرنا على فعل الخير. والله انا بتمنى اني ساعد كل حدا محتاج. بس والله ما بيطلع شيء بايدنا. الله يعين العباد له، الله يعين العباد. شو روح؟ روح خلينا نأمن طلبات الروح. تستاهل سيدك يا يا كلب يا واطي يا غدار. أنا غدار يا خنزير تحت كل اللي بدأ يطلع شو تستاهل رسولك. بس 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 شوفي 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 نزل سلاحك شوفك عود لك عود لك خزير عود عود لك هيا هلا تاكل الفاروق عدك كل ما عدك كل مثل الكلب ما منين خلص عليه منين خلص عليه رد روح عود لك